سلام عليكم. والله الواحد يتعجب من اللي أصاب شباب تونس وشعب تونس من جمود وقناعة بالظلم. لو احنا عملنا خط ثالث اجتهاد انا وبشر الشابي وهنا غربية سميناه الحراك الثوري، وهو يتمثل في انتزاع بلادنا من مخالب هالمهووس اللي تسلط علينا هذا، ربي يشفيه. اما ما نعطيوش فرصة باش يعاود 50 اخرين بالتحيل، مش معقول، لان 50 اخرين اللي جايين مش يتحول من التعذيب والتنكيل والشماتة في الشعب التونسي وفي النخب بتاعه الكل الى القتل، والعياذ بالله. اللطف الله يعفينا من هذا، ولكن هذا بيدينا احنا الشعب التونسي في عام 2010 صورته. يا شباب الملاسين وشباب سيدي حسين وشباب حي التضامن وشباب المدن الداخلية، صورته على أقل من هذا، لأن كل شيء كان متوفر الحقيقة. فهم فما شيء لا يطعم الفم ولا يعطي حرية الناس وكرامتها. ويني شعر سيدنا علي اللي مش قوم فيكم باش الواحد يطالب بحقه في أنه يعيش عزيز في بلاده؟ وهذا ممكن. شوفوا الشقف اللي تقلب ثلاثة أيام في جربة، ويجي في جباب لهكا ويقول انقذنا واحد، ولكن 31 مشاو من بينهم 4 رضع، معناها عائلات كاملة ولا تهربة من تونس بما فيهم الرضع بتاعها. ما عادش تونس فيها حل، بينما احنا نقعدوا هكا نفكوا بلادنا، ننتزعوها كما انتزعها هو بالغش والشعارات الفارغة والشعبوية اللي ولات مع الأسف كأني يتبنج بعض التوانسة تغلطهم. وهذا مش باهي بالكل، لأن اللي يقول ارتوى اختراسي واضرب هاو جايك، هاو جايك حضر راسك، ما تشمانع ولا تبكي أمه وما تبكيش أمي، لا لما تكون مش تبكي. اللطف عليهم، يزم احنا نرحموهم أتلمات ونوفروا لهم عيش كريم. مش معقول الشيء اللي وصلنا له في تونس غير مسبوق، والصحافة العالمية والرأي العام العالم يشفق علينا. جريدة لوموند وصفت المستبد بأوطى وأسقط وأكثر عبثية من أي استبداد لا في تونس ولا في العالم. اليوم برك اليوم نهار الجمعة لاتروا جريدة فرنسوية قالت يلزم الاتحاد الأوروبي يعتني بجارتنا الجنوبية تونس ويرحمها، لأنها تعاني في كارثة بتاع واحد ولا هو الوحيد الرجل المناسب في المكان المناسب وحب يوصل للسلطة بالسيف. قال يلزم الاتحاد الأوروبي يتدخل ويلقى لهم حل. حد مو احنا نلقوا حل لرواحنا من تونس؟ علاش هم يلقوا لنا حل؟ هم ربما يعاونونا، ولا بالله جيشنا الوطني البطل في وقت مش يحمي الوطن ولا يحمي الصناديق الانتخابيه بتاع المسرحيه بتاع معسكر، او هز في الكاميونات او رجع في الكاميونات وكذا، هو يواصل فك المسرحيه في كل مره في نشره الاخبار يورينا ويورينا، قال ردوا بالكم من الفيك نيوز وردوا بالكم من الكذب وكذا، ما تاخذوا الاخبار الا من مصادرها صحيحة. يعني هو معسكر هو المنجم الوحيد متاع الكذب، المنبع الوحيد متاع الكذب. أنا نعمل على إرادة الحياة فيكم، إرادة الثبوت والعودة للمطالبة بالحرية والكرامة والاستقلال والشرعية. هما اللي يجلبوا التنمية ويحيوا علينا البطالة ويجيبوا الاستثمارات، فماشي استثمارات تجي ولا تنمية ولا تقدم يحدث بدون ديمقراطية توافقية وتشاورية وفيها أغلبية باهية مريحة
وفيها أقلية اللي تنجم تعارض. هذا اللي حبيت نقوله لكم باش نفيقوا. بارك الله فيكم والسلام عليكم.